ايوه يا بنت زي ما بقولك كده، احمد سعد اخو عمرو سعد. يا اختي يا بخت امهم بيهم، واحد ممثل وواحد بيغني. ايه؟ لا، احمد سعد اللي متجوز سميه الخشاب. ابوها؟ لا، ابوها لا خشاب ولا نجار، مالوش علاقه بالابلكاش. لا، السلام عليكم. السلام عليكم. انت مين اللي قال لك؟ لو سمحتي كنا عايزين بقى. مين اللي قال لك؟ دي خيبة. اتعرفت على واحد شبه باسم السمرة؟ وانت عرفتي منين؟ شفتي؟ مسجل خاطر. خديها من اختك نصيحة، من هنا ورايح يبقى في شنطتك ورقتين عرفي. ايوه، حنان وامان. يا ست من فضلك لو سمحتي، احنا عايزين تذكرتين للبنان. هو متسربع ليه قوي كده؟ متسربع؟ ايه متسربع دي؟ ايوه، الله، ما تستهبر، هي الدنيا هتطير. لا، الدنيا مش هتطير، حضرتك الطياره اللي هتطير، واحنا عايزين تذكرتين عليها لو سمحت. مش معايا مكالمه؟ طب يا ستي بعد اذنك، تذكرتين بيروت وبعد كده كملي المكالمه. مستعجلين قوي؟ خش منك ليه، مد ايدك. واحد يحشي وواحد يخرب. انت مجنونه بقى ولا ايه؟ انا مش هعمل الكلام ده بقى، مستحيل. لا يا بنت، محمد امام مش ابن حازم امام، لا ابن عادل. كده برضو؟ دي طريقه خرط ملوخيه ولا دي طريقه حشو بتنجان؟ هو انتوا مفكراني هاخد الاكل ده للعيال وانا مروحه؟ الاكل ده هتاكلوه على الطياره. هناكل الاكل ده على الطياره؟ ايوه، بس حسب الدرجه السياحيه. يعني لو انت بزرس هتاكل الملوخيه قرديحي، لكن لو فرست كلاس هتاكل الملوخيه معاها حته زفر مع شويه بتنجان محشيين مع وايت واين. مع ايه؟ الوايت واين. مع الوايت واين. اه اوكي، خلاص اتنين فرست كلاس. بعد اذنك بس احنا عايزينك تحجز لنا التذكرتين جنب واحده اسمها داليا عزه. بنت الدكتور عزه تبعوف. لا مش هي. ايوه، دوكها اسمها مريم، لسه متفرجه لها على مسلسل. يا ستي مش هي والله العظيم، احنا عايزين نقعد جنب واحده اسمها داليا عزت، مش معروفه اصلا خالص. انتوا جايين تشقطوا نسوان من على الطياره؟ يا ستي داليا عزت دي مراته، احجزي لنا كرسيين عشان عايز نقعد جنبها، فيها مشكله دي؟ اه ريحوس، هو انت مش عارف تقعد جنب مراتك في البيت، جاي تقعد جنبها في الطياره؟ سلطان انت حاكي لها؟ لا والله انا مش قايل لحد غيرك. طيب بعد اذنك بس احجز لنا التذكرتين والنبي عشان مستعجلين. حاضر، من عينيا، بس ما تنسوش. اي طيب ماشي، ضعيهم بقى يلا. يا اختي شكله قفش. هو مين اللي قفش؟ البرينتر، شوف كده ما يكونش فيه ورق. لا ممكن بس تكون ورقه محشوره او حاجه. ايه ده؟ انتوا بتاكلوا برينتر؟ صباع محشي محشور في البرينتر يا بهجت. استنى، لا استنى، خلاص ما تطبعيش، هو البيانات نزلت على الصباع اهو. خلاص احنا نطلع على الطياره بالصباع ده. طب يلا، طيران الحياه يتمنى لكم رحله سعيده مع الوايت وايت.